تقدم جديد وثمين للمقاومة والجيش الوطني في تعز، حيث الكفاح في سبيل كسر حلقات الحصار المفروضة على المدينة منذ 10 أشهر. آخر هذا التقدم استعادة السيطرة على حدائق الصالح وتلة الخزان، فيما لا تزال المقاومة تتقدم باتجاه جبل الهان والربيعي لتأمين المدخل الغربي الجنوبي للمدينة. اختراق دفاعات الميليشيا على أكثر من محور في المدينة هي الاستراتيجية العسكرية المتبعة مؤخرا من قبل الجيش الوطني والمقاومة، وهي استراتيجية تضع قواتها أمام تحديات الإمساك بالوضع الأمني والمحافظة على مكاسبها مع المتغيرات المهمة الحاصلة في ميزان القوة العسكرية. قد يكون إعلان نصر بحماس زائد مطلوبا للمقاومة في ظل الإمكانيات البسيطة التي تستند إليها في معركتها وشح الدعم الحكومي مقابل فارق القوة والتسليح التي تمتلكها الميليشيا. بحسب الخارطة العسكرية، فإن التقدم الحاصل إلى الآن تجاوز 50% من متطلبات المعركة عسكرياً و 30% إنسانياً، إذ لا تزال المدينة تحت نيران الميليشيا من الجهة الشرقية، حيث منفذ المدينة الرئيس الحوبان والجند. وتتركز المعارك حالياً في عدة محاور، أكثرها اشتعالاً تلك الدائرة في موقع الدفاع الجوي شمال غرب تعز. ومواجهة الجبهة الشرقية أما في الجبهة الغربية فقد بدا جليا من وقائع الساعات الأخيرة أن الميليشيا تستميت لاسترجاع مواقع بعينها. يقول مراقبون إن هذه الجبهة تشكل كماشة حول المدينة، لذلك تريدها الميليشيا بأي ثمن، فهي ما عادت تتحكم بجزء كبير من الحصار. ويقول هؤلاء إن بإمكان الحكومة والتحالف أن يغيروا المشهد بالكامل إذا ما عززوا جبهة تعز بترسانة عسكرية كفيلة باستكمال معركة التحرير. فكل ما تحتاجه المدينة الآن هو الدعم والإسناد، لا الاكتفاء بالتصريحات والوعود الشائعة. آخر هذه التصريحات جاءت على لسان نائب الرئيس رئيس الحكومة خالد بحاح، والذي أكد ضرورة تعزيز الوحدات العسكرية في تعز ومدها بالعتاد اللازم. لكن لا أحد يعلم هل ستتحول هذه التصريحات إلى توجيهات تنفذ على الأرض في أسرع وقت، أم ستتعثر كسابقاتها.